الأستاذ يقول: توفر لدي مبلغ من المال احتفظت به على صورة جنيهات ذهب عيار 22 للأزمات ولأي ظروف طارئة، وبسبب جهلي وعدم المعرفة لم أخرج الزكاة على هذا الذهب لمدة 4 سنوات و4 شهور. قمت بحساب مبلغ الزكاة المستحق على الفترات السابقة، وسوف أقوم بإخراجها بإذن الله تعالى. وللعلم بأني أرسل مساهمات ومساعدات للأقرباء لسد حاجاتهم وطلباتهم، هل يجوز أن أرسل المبلغ المستحق والمستقطع من مالي على دفعات شهرية بدلا من إعطائها دفعة واحدة؟ وهل ما قمت به فيه شيء من الإثم أو الذنب؟ أرجو الإفادة، بارك الله فيك. قل حسنا انه عارف ان عليه زكاه ويريد اخراجها، ولعله يعني يغفر له انه ما اخرج زكاه في هذه الايام في هذه السنوات السابقه لجهله ب يعني وجوب الزكاه. اما هل يجوز ان يجمعها ويجعلها يعني اقساط شهريه يعطيها للمستحقين؟ فلا باس بهذا ان شاء الله، لا باس بهذا انه يحسب الزكاه اللي عليه ثم يخرجها على دفعات، لا بأس إن شاء الله.